سؤالنا النهاردة بيقول: ما حكم إرسال وتداول الأدعية والرسائل الدينية عبر أدوات التواصل؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أقول: الإنسان بطبعه نيته طيبة ويحب الديانة ويحب أن يتناقل هذه الأدعية والرسائل الدينية على الواتساب أو الفيسبوك أو على التويتر أو على أدوات التواصل الاجتماعي. نحن لا نمنع من هذا لأنه مباح، ولكن أقول على المرسل لابد أن تتأكد أن المحتوى الذي بداخل هذه الرسالة صحيح، ولا بد من المستقبل أو على المستقبل أن يتأكد من صحة هذا الكلام إذا كان سيعمل به. المرسل والمستقبل يتأكدوا من مين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم.